نقول ما يمكن الا يستنكر انه نتابعوا الصحفيين ولا نقيدوا من الحريه ديالهم، لان هذا مساله ديال تعبير على الاراء هو مكفول. هذا جانب. الجانب الاخر ايضا انه نتكلموا ايضا على التشهير وعلى الادعاءات الكاذبه، هذه ايضا غير مقبوله. اذا هناك حريه مضمونه يكفلها الدستور لجميع المغاربه سواء كانوا صحفيين او غير صحفيين، وهذه في اطار القانون ويجب ان تمارسها في اطار القانون. كاين ايضا هناك سب وقذف وبث اخبار كاذبه وادعاءات كاذبه، وكاين تشهير ايضا، هذا ايضا يجب ان يعاقب عليه القانون. ولكن في المحصله النهائيه اللي بغينا نقولوا على انه المتضرر الاكبر من هذا الشيء كل شيء اللي كيوقع اليوماتيه في الحقل السياسي وفي المشهد السياسي هو الصوره ديال البلاد ديالنا، اللي نحن المفروض فينا كسياسيين نكونوا اول المدافعين عنها والمحافظين عنها. وكنعاود وكنكرر على انه نحن كسياسيين شخصيات عمومية، علينا الأضواء، ويجب أن نتقبل النقد. بعض المرات النقد يكون بناء، وبعض المرات يكون النقد كداما، وكيفما كان الحال علينا أن نضع مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين فوق كل اعتبار، وأن لا نتابع كيفما كانت الأحوال. تكون المتابعة هي آخر نقطة يمكن أن نصل لها، ولكن ما تكونش هي البداية. هناك حلول أخرى وسطية ما تكونش، لأنه ما كنبغوش في النهاية والبداية ما كنبغوش الحبس حتى شي مواطن ومواطنة مغربية، وما نبغوش أيضا أن البلاد ديالنا تشوه ولا تمس الصورة ديالها ولا تزعزع الصورة ديالها. هذا يقيني التام. أنا كعبد الرحيم وعيدة كأستاذ جامعي كبرلماني كنقولوا سواء في صفحتي الشخصية سواء معكم اليوم كصحفيين وكإعلاميين، كنقولها وكنأكدها على أنه اليوم يجب أن تكون هناك ضوابط قانونية للمهنة، ويجب أيضا هناك تكون هناك أيضا ضوابط قانونية لمواقع التواصل الاجتماعي، ويجب أيضا أن يحترم الفاعل السياسي حرية الصحفيين وحريتهم أيضا في الانتقاد وفي متابعته، لأنه ماشي شخص عادي. إلا بغي يكون شخص عادي وعنده حياة خاصة يغادر المشهد السياسي، واللي ما قد على الانتقاد يقدم الاستقالة ديالو. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبرتجيو مع صحابكم.